بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين. أسألك أن تهدي ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاغفر لنا يا كريم العفو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واجعل لها رواسي واجعل بين البحرين حاجزا، فإله مع الله، بل هم أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فإله مع الله، قليلا مما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتك، فإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شاعرين ولكنها أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعجائب مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من الدنيا. اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،